فهذا الأسبوع سيكون الأشد حزنا لحياة معظم الأمريكيين. بصراحة ستكون أشبه بلحظات هجمات بيرل هاربر وأحداث سبتمبر. نيويورك سيتي ريبنت ذا إند أوف أول ثينجز إز أبون يو. أنا الإنذار من ربي إليكم بكل لغاتكم لو تفقهونا. الله أكبر الله. على غير العادة يقف المسلمون هنا أمام المساجد في العاصمة الألمانية برلين، وكذلك في مساجد هولندا، يصورون بجوالاتهم مشاهد رفع الأذان على مسمع ومرأة من الجميع بما في ذلك الشرطة، في مشهد لم يألفه المسلمون في القارة الأوروبية. هاي أول مرة بسمع صوت أذان. من كان يصدق أن الأذان سيصدح في بريطانيا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا؟ الله أكبر الله أكبر. اللهم احفظ إيطاليا وبقية العالم. أوديو بروتيجي لإيطاليا دالإبيديمية. اللهم إنا نعوذ بك من البرص، ونعوذ بك من الجنون، ونعوذ بك من الجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. إذا كانت أوروبا تقول انتهت حلول الأرض والأمر متروك للسماء، قلتموها الآن. أن يخرج الرئيس ترامب ويقول صلوا وتوجهوا إلى الله. And for the gift of eternal life, and we place our trust in the hands of Almighty God. أوه يا رب سامحنا، أرجوك يا رب لا تتركنا بدون حمايتك. سامحنا يا رب من أجل أثامنا، وأرجعنا عن طرقنا الردية، ارجعنا إليك برحمتك، نتضرع إليك يا رب. Seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. Let us forsake the ways of wickedness and turn to God, because that's all you have left. You must repent before the time is truly up. You do not know when your heart will stop beating, when your breath will stop. أليس في هذا عبرة؟ أليس في هذا عظة؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر.